هذا والتقت كاميرا إكسترا نيوز مع عدد من المتطوعين من شباب شمال سيناء في الهلال الأحمر المصري والمشرفين على استقبال المساعدات المقدمة لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام حياكم الله، ما زلنا في هذه التغطية الخاصة هنا داخل معبر العريش. ساعة بعد أخرى تصل عدد كبير من الطائرات الدولية محملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية الضرورية التي يحتاجها قطاع غزة في ظل المأساة التي يعيشها منذ نحو أسبوع من الآن. أهم المشاهد الإيجابية داخل العمل الاجتماعي المهم هنا في شمال سيناء هو هؤلاء الشباب المتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر المصري، إحدى أهم المنظمات الاجتماعية التي توالي جهدا عظيما على مدار الساعة منذ الساعات الأولى للأحداث في غزة، بل أولى المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة كانت من الجانب المصري في الساعات الأولى، حيث وصل عدد من الأطنان، ثم الأمور بعد ذلك تدهورت فحالت دون وصول مساعدات أخرى. لكن مخازن الهلال الأحمر مخزنة بعدد كبير من صور الدعم، أولا المقدمة من منظمة المجتمع المدني المصري وما أكثرها، بالإضافة إلى حالة الاستنفار منذ الإعلان من قبل وزارة الخارجية المصرية أن يكون مطار العريش هو قبلة لكل المساعدات الدولية. سنتعرف من مجموعة من هؤلاء الشباب عن طبيعة الدور الذي يقومون به، وخاصة بأن هنا الهلال الأحمر الفلسطيني ليست هي المرة الأولى التي يقوم بهذا الدور، ولكن سبق له أن قام بأدوار عديدة لدعم الإخوة في غزة، ولا ننسى الأحداث في 21. تحياتي لحضراتكم، عايز أتعرف عليكم وتقولوا لي عن طبيعة الأدوار اللي أنتم بتقوموا بها كشباب متطوعين في الهلال الأحمر المصري هنا في شمال سيناء. مع حضرتك علي نصار، متطوع في الهلال الأحمر المصري. محمد الجهري، متطوع في الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء. شباب قولوا لي على التكليف جالكم ازاي، اول ما عرفتوا بالخبر ايه اللي انتم بتعملوه وايه اللي عملتوه في الايام السابقه؟ تمام، هو في بداية الأمر احنا في عنا كذا فريق في الهلال الأحمر المصري، ومن أهم الفرق أو من أولهم اللي بيتم التدخل في الحالات اللي زي كده هو فريق التدخل أثناء الطوارئ. كان في أوائل اللحظات من ساعة ما عرفنا أن الأحداث بدأت في غزة بيتم تقديم المعونات من كذا دولة، وبيتم التركيز أو بيتم التنسيق مع المركز العام، المركز الأساسي هو اللي بيتم التنسيق معنا كل يوم والتاني بيكون في بعض المعونات اللي بتيجي. امبارح كان أوائل المعونات من الأردن، واليوم زي ما حضرتك شايف في معونات من تركيا. تعاملكم مع المعونات بيتم ازاي؟ انتوا بتشيلوها وتحملوها وتودوها المخازن ولا احكي لي بالظبط كده؟ احنا بنستقبل المعونه زي ما حضراتكم شايفين، احنا امبارح استقبلنا من الاردن والنهارده من تركيا، وبنخزن الحاجه دي عندنا في المخازن الخاصه بينا لحين التنسيق اللي هيدخل الجانب الفلسطيني ان شاء الله. بنخزنها احنا الشباب زي ما حضرتك شايف معانا، بتتولى مسؤوليه التنزيل للتخزين، بعد كده تحميل وارسال ان شاء الله للجانب الفلسطيني. بعد كده احنا موجود لنا فريق من الهلال الاحمر المصري موجود في معبر رفح على يعني تأهب لحدوث أي طارئ لدخول المصابين في أي وقت إن شاء الله، يعني ربنا يجيبهم إن شاء الله. اسمحوا لي إن أنا أخذ برضو بعض آراء من الشابات الفضليات. أنت عارف حضرتك؟ حنين أحمد. حنين، أنت خريجة جامعة ولا ما زلت بتدرسي؟ لا لسه بدرس كلية. أنت بتدرسي وجيت النهاردة تتطوعي في هذا العمل، كلميني عن تجربتك وعن شعورك. شعوري حلو قوي، إن بساعد الفلسطينيين وكده، وبنحاول نوصل لهم المعونات اللي على قد ما نقدر يعني. تعرف بحضرتك؟ رندا مصطفى. ولا رندا، انت طالبه ولا اخلاق؟ خريجه كليه التربيه. شعورك طبيعه عملك، كلميني اكتر عن المهمه اللي انت بتقومي بيها. شعور حلو جدا ان احنا بنساعد اخواتنا في فلسطين، ومبسوطين جدا ان احنا بنقدر ان احنا نوجه اليوم المساعدات للحاجات دي. انت كبنتي موجوده، نتعرف بيك الاول. اسراء الشرواجي. اسراء، انت كبنتي موجوده هنا في الهلال الاحمر، في اي شعورك ايه؟ يعني انت يعني بتزحمي الشباب في نفس الوقت ان ده واجب بتقومي بيه، حاسه ان مفيش اي فرق بينكم ونفس المهمه عليكم انتوا الاثنين كشباب وشباب؟ اكيد طبعا، كلنا بنشيل نفس العائق ونفس المهمه هنا، واحنا ان شاء الله اتمنى نكون نأدي دورنا بشكل سليم، وان احنا نأدي ان شاء الله. ايمان النجار. ايمان، قولي لي انت دورك ايه وشعورك ايه وانت في العمل الاهلي التطوعي ده؟ شعور جميل جدا، واتمنى ان انا بكون بقدم اكتر جهد ومبذول في خدمه اخواننا في غزه، ومبسوطه جدا ان انا متطوعه في الهلال الاحمر ان شاء الله. أهم سمات هؤلاء الشباب الذين يوصلون الليلة بالنهار في هذه المحنة التي يتعرض لها الأهلي في غزة أنهم متطوعون، يعني متطوعين لا يقبلون أو لا يحصلون على أي أموال. بعضهم هو ما زال طالبا في الدراسة، وآخرين خريجي بعض الكليات والمعاهد، فبالتالي هم يرون بأنهم يعملون دور مهم للغاية. خارج هذا المطار هناك أدوار أخرى للشباب المتطوعين في الهلال الأحمر، أغلبهم موجود أو جزء كبير موجود الآن عند معبر رفح، لأن هناك فريق أيضا موجود يمارس
حارس الليلة يواصل الليلة بالنهار للتعامل مع أي مستجدات في المشهد في الجانب الآخر، ربما مع أي تحسن الأوضاع أو الدخول في أي هدنة. كل هذه المساعدات ستأخذ طريقها نحو رفح. المسافة ليست بعيدة بين العريش ورفح، نتحدث تقريبا عن 80 إلى 90 كيلو. المخازن هنا وكل المخازن ليست فقط التابعة للهلال الأحمر ولكن التابعة للحكومة المصرية والمؤسسات هنا في المحافظة مستعدة للتعامل مع أي طارئ، بالإضافة كل الجهات التابعة للدولة المصرية التي أعلن حالة الطوارئ بها منذ الساعات الأولى، وتحديدا القطاع الصحي مع الساعات الأولى للأحداث التي طرأت في غزة. عوض الغنام، إكسترا نيوز من مدينة العريش.